قانون جديد للأحزاب سينزل على البرلمان بغرفتين من أجل مناقشة البنود التي تضبط تأسيس الأحزاب السياسية والتشكيلات السياسية في الجزائر، من بينها الأحزاب المجهرية التي ليس لها أي فعالية أو تأثير حتى في أهم المواعيد التي شهدتها البلاد. الآن أعتقد أن الدور جاء على قانون الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في الحقيقة الآن في الجزائر مازال يعني عددها كبير، مازال كثير من الأحزاب السياسية اللي هي عبارة عن محفظة متواجدة في محفظة تظهر للوجود في وقت الاستحقاقات والانتخابات. الآن أن نعتقد في حزب الكرامة أنه جاء الوقت من أجل تطهير الساحة السياسية من الأحزاب الطوفينية. انعكاسات كبيرة خلفتها هذه الأحزاب السياسية المجهرية على الساحة عموما مع غياب التكوين لدى إطاراتها، ومن بينها أيضا الركود الحاصل في الطبقة السياسية خاصة بعد استكمال الاستحقاقات الرئاسية. لازمنا القانون هذا، قانون الأحزاب، يعطي فرصة لكل أحزاب، ثم الحزب اللي يقصي روحه يقصي روحه من خلال الشعب. عندما حزب تمد له الاعتماد بدون إمكانيات، بدون الحزب هذا لازم يكون في المشروع القانون تساوي ما بين الأحزاب. القانون الجديد للأحزاب من شأنه أن يغربل الطبقة السياسية من أحزاب المحفظة والختم وأحزاب الصالونات، فهل ستكون بقية الأحزاب في مستوى الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس تبون؟